ماذا عن مصافحة الخالة باليد؟ مصافحة الخالة وغيرها من المحارم كالعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومن باب أولى البنت والأم، مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها. طيب. إذا أمنت الفتنة وهي مأمونة غالبا، وكذلك نظيرهن من الرضاء تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما مصافحة النساء اللاتي لسن محارما للإنسان فإنه لا يحل له أن يصافحهن، سواء مباشرة أو من وراء حائل، كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة وأخت الزوجة وما أشبه ذلك، كل هذا لا يحل للإنسان أن يصافحهن. وما جرت به العادة عند بعض الناس من مصافحة أمثال هؤلاء فهو حرام، والواجب تحكيم الشرع إلى العادة فيما جاء به الشرع. نعم.